الأستاذ خالد عامر، ناقد رياضي موقع جريدة أسأل الأسبانية. منورنا. نورك حبيبي، إيه الأخبار؟ كويس، كله جميل الحمد لله. عندنا كلام كتير كالعادة عايزين نتكلم فيه، وطبيعي هنبتدي بالنادي الأهلي وتقييمك أكيد للمرحلة الأولى لمستر فايلر مع الفريق والنتائج الفريق والأداء وكل هذه الأمور يعني. طيب خليني أقول إنه بداية فايلر، رينيه فايلر، مبشرة بالخير. بس انا ما بحبش استعجل في الامور التقييميه اكتر. كويس. فايلر طبعا البدايه بتاعته مقارنه بمن سبقوه بدايه مبهره جدا. كويس. اول 6 ماتشات 6 فوز بنسبه 100%. في احصائيه صغيره كده بتقول انه عن اول 5 ماتشات، مش اول 6 ماتشات، عن اول 5 ماتشات الفارق ما بين فايلر وما بين لاسارتي وما بين كارتيرون 40%. لاسارتي وكارتيرون اول 5 ماتشات كسبوا 3 ماتشات بس بنسبه 60%. فايلر ال5 ماتشات كلهم كسب ال5 ماتشات. في كمان زود عليهم العامل التهديفي. وده مهم في الحقيقه. جدا. ده دخل 9 وده دخل 7، فايلر مدخل 19 في اول 6 ماتشات. في اول 5 ماتشات اللي هو عشان المقارنه تبقى مظبوطه دخل 14 جون واستقبل مرماه هدفين بس. بالظبط. ده ان وضح لك شيء، بيوضح تنظيم في الدفاع، تحكم كويس في خط الوسط عشان يسهل المهم على الدفاع ان هو يستقبل الكرات بشكل مرتاح اكتر، تنظيم في في في, في الشق الهجومي. شفنا الاهلي في الفترات اللي فاتت كلها كان عنده مشكله في الهجوم. شفنا الاهلي بيعاني على الرغم من وجود 3 مهاجمين او 4 مهاجمين، بوجود جونيور اجايل اساسا مهاجم، بوجود 4 مهاجمين، وعلى الرغم من ده مش عارف تستغل وجودهم ومش عارف تستغل الأجنحة السريعة اللي عندك. كل دوت ما كنتش يعني خطة ما كانتش مظبوطة مع اللعيبة اللي موجودة. شايفين تنظيم هجومي أكتر، وشايفين اللي هو اللي بنسميها النجاعة الهجومية، وفي نجاعة هجومية. اللي عجبني في فايلر برضو فكرة إنه مش بيرتكن الى ان احنا خلاص احنا مدخلين جون واتنين فنرجع نلعب دفاع او نامن او بتاع، مفيش الكلام ده. 4-0 ولسه بتهاجم وبتجيب الخامس. بعمرو السوليه بنتمنى له الخير ان شاء الله ويرجع سريعا من الاصابه. بيتصاب بدل ما ينزل واحد يامن دفاع بينزل وليد ازارو ويرجع مجدي قفشه ورا. احساس الخصم او المنافس، النقطة دي او التغيير ده بالذات بيبين لك فكر مستر جدا فايلر. احساس المنافس طول ما هو بيلاعب الاهلي هيفضل طول الوقت مضغوط. اي حد بيلاعب الاهلي هيبقى فاهم انه طول الوقت الاهلي هيهاجمه، والاهلي هيلعب دايما في نص ملعبه. شفنا ماتش الزمالك، اي نعم هو الحظ خدم فايلر والاهلي في نقطه انه الزمالك ما كانش عارف طريقه لعب فايلر. ولكن في نفس الوقت ميتشو قيمة كبيرة في الزمالك، ولاعيبة الزمالك قيمة كبيرة في الدوري المصري. يعني ان انت تبقى عارف التشكيلة او مش عارفها مش هتفرق معاهم قوي. فانه فايلر نزل ولاعيبة الاهلي بهذا المستوى المرتفع جدا وقدروا في شوط ونيف من الشوط الثاني 3-0 قبل ان تعود الامور الى 3-2، بس ال 3-0 الاولانيين باداء اكثر من رائع فعلا. مبهر فعلا. ده كله يوضح لك انه احنا ماشيين مع الاهلي او الاهلي ماشي مع فايلر على الطريق الصحيح. ده شيء اكيد ايجابي جدا، وهي بدايه، مجرد بدايه، وان شاء الله نتمنى ان البدايه تستمر بنفس الكفاءه، وده هيكون شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن عناصر نجاح مستر فايلر حتى الان مع النادي الاهلي بتتمثل في ايه من وجهه نظرك؟ بتتمثل في حاجتين. ايه هم؟ الاولانيه الروتيشن. اللعيبه مش هتجهد، اللعيبه بت بت الفايلر بيدور اللعيبه بشكل كويس. والروتيشن دوت عائد برضو على فايلر نفسه بنقطه ايجابيه اللي هي ايه؟ مفيش لعيب ضامن مركزه. فكل لعيب هيبقى فاهم ان هو لازم يعمل 250% من مجهوده عشان خاطر الماتش اللي بعده كويس. يخش في السكور شيت ويعلم يلعب ولا ما يلعبش. الحاجه الثانيه شايف ان دي نقطه ايجابيه. طبعا. يعني خلينا اقولها تاني. اجاي عائد مرة أخرى إلى مركز رأس الحربة بعد غياب فترة طويلة جدا، متألق جدا أمام الزمالك، بيدخل هدفين وبيعمل ماتش من أحلى ماتشات أجاي من ساعة ما جه. الماتش اللي بعده بره السكور شيت، الماتش اللي بعده على الدكة وبينزل احتياطي، الماتش اللي بعده بيرجع أساسي فبيجيب هدف. حالة المدورة ديت وحالة إن كل لعيب مش عارف هو الماتش اللي جاي هيلعب ولا لأ، بيخليه في الماتش وفي التمرين بيبذل أقصى مجهود عنده عشان يثبت لفايلر إن هو يستحق فرصة. كويس. دي حاجة. تاني حاجة ان انا بلعب ماتش وبريح التاني،
بتخليني حاله التكدس في الجدول ال 72 ساعه اللي ما بين كل مباراه والاخرى بتخلي اللعيبه الى حد ما ترتاح، بتخلي اللعيبه في لعيب لعب ولاعيب تاني مريح وهيبدلوا مع بعض، فال 72 ساعه بتبقى 98 ساعه، بتبقى 120 ساعه، فاهم قصدي؟ الموضوع بيبقى مرتاح اكتر بالنسبه للعيبه. ده الشق الاول، فكره المداوره ما بين اللعيبه. الشق الثاني، المرونه الخططيه اللي بيتميز بها فايلر في الملعب حتى الان انا عجباني قوي، يعني انا ببقى قاعد بتفرج وانا متكيف. في تحركات، في لعيبه بتشفت مع بعض. بنتفرج في حاله الهجوميه، احنا بنلعب 2-1 4-2-1، والظهير الايمن والجناح الايمن هما اللي بيبدلوا. الجناح الايمن بنلاقي رمضان صبحي هو اللي بيرجع يدافع عشان محمد هاني هو اللي بيبقى جناح ايمن، وبنلاقي علي معلول هو اللي بيطلع وحسين الشحات هو اللي بيرجع. بنلاقي حسين الشحات ورمضان صبحي بيبدلوا بمراكزهم مع بعض، بنلاقي ده شويه وينج يمين وده وينج شمال والعكس. صح. خط الوسط بنلاقي انه اثنين قلب دفاع، امامهم هاف ديفندر كان حمدي فتحي، وبعدين لما لعبنا كانوا سبورت كان اليو ديانج هو اللي بينزل يستلم الكره منهم. وامامهم اربعه، الاربعه اللي هم مين؟ الاربعه اللي هم الاثنين خط الوسط اللي هم عمرو السوليه ومجدي قفشه، والجنبين اللي هم مش عارفين مين، اللي هم هيبقى رمضان صبحي وحسين الشحات ولا هيبقى محمد هاني وعلي معلول، وقدامهم رمضان صبحي وحسين الشحات. في تبادل في المراكز وفي مرونه تكتيكيه مدورة وفي مرونه حتى خططيه، يعني فكره ان انا مش ملتزم بخطه واحده ومش ملتزم بجمله واحده بعملها، ده مخلي المنافس صعب جدا عليه ان هو يوقف الاهلي، صعب عليه ان هو يتوقع تحركات الاهلي عامله ازاي عشان يحط له خطه بديله. فهم الشقين دولت اكتر حاجتين مميزين لفايلر في اول ست مباريات ليه مع الاهلي. اتمنى ان هو يستمر على كده، واتمنى ان اللعيبه لسه برضو خلينا نقول انه بالتاكيد اللعيبه ما شربتش 100% من فلسفه فايلر. طبعا الجزء اللي شربوه لحد دلوقتي عارفين ينفذوه بنجاح. كويس. اتمنى انه يعرفوا يشربوا باقي الفلسفه وهو فلسفته تبقى مظبوطه، اعتقد ان احنا ممكن نشوف حاجة مختلفة خالص عن اللي احنا متعودين عليها في اخر 10 سنوات من الاهلي. يعني اعتقد انه الاهلي ممكن يرجعنا تاني لحقبة 2006 و2007 مانويل جوزيه. مانويل جوزيه بالظبط. شايف ان في انسجام سريع حصل ما بين مستر فايلر واللاعبين، وسر الانسجام ده ايه؟ يعني السرعة بالتحديد، لان الوقت بقاله شهر مع النادي الاهلي. بقاله شهر، وده بالنسبة لي انا غريب جدا، يعني انا غريب جدا. يعني انا دايما بقول انه معلش يعني لازم نصبر على المدرب ولازم نصبر على اللعيبه. في كل المرات اللي اي مدرب فيها بيمسك اي فرقه بتفرج عليها، مش الاهلي بس، يعني اي فرقه في الحياه، بيقول انه لا لازم ندي لهم اسبوعين ثلاثه شهر شهر ونص لحد ما اللعيبه ما تفهم المدير. بقول دايما ان هو، ويعني اصلا انا بشجع فريق اس ميلان، تمام، فانا دايما بدي المبررات للمدربين بتوع اس ميلان لان احنا رايحين في ده خالص. فلو قارنت اس ميلان مثلا بالاهلي، جيان باول واحد من افضل المدربين في ايطاليا، ولكنه لسه اللعيبه ما ولفتش مع بالظبط. فدايما بقول انه محتاجين شويه وقت، معلش اللعيبه كويسه والمدرب كويس، بس اللي حاصل مع الاهلي مختلف عن ده تماما. اللي حاصل مع الاهلي ان عندنا لعيبه كويسه جدا وعندنا مدرب كويس جدا، بس الاثنين ما خدوش وقت خالص عشان كانهم بيتدربوا مع بعض، كانهم بقالهم سنتين ثلاثه مع بعض بالظبط كده. مانويل جوزيه نفسه لما جه لعب على المضمون الاول رويدا رويدا لحد ما بدات اللعيبه تفهم تشكيلته وتفهم خطته، وبداوا بعد كده يكتسحوا اي حد قدامهم. ده كان مانويل جوزيه بعظمته. فتخيل لما فايلر من اول ست مباريات من اول شهر ونص يلعب فيهم وهو اللعيبه فاهماه تماما، هو فاهم حاله اللعيبه كويس وفاهم نفسيات اللعيبه. اللعيبه واضح انها بتحبه، وواضح انه في تفاهم ما بين الثلاث عناصر الاهم، لعيبه وجهاز فني واداره. الجهاز الفني متفاهم مع بعض بشكل كويس جدا، كويس. اللعيبه متفاهمه مع الجهاز الفني، والاداره متفاهم مع الاثنين، قادر يوفر لهم سبل النجاح والاستقرار، ما بيدخلهمش في مهاترات فرعيه زي ما بنشوف في بقيه الانديه، ما بيدخلهمش في قيل وقال، فاهم قصدي؟ عوامل الاستقرار ديت هنرجع تاني نتكلم زي ما كان الاهلي قبل كده. انا شامم ريحه اهلي 2006 مره اخرى. شكرا. استقرار اداره، استقرار جهاز فني، جوده لاعبين، وتكامل ما بين الثلاث بيؤهلوا الاهلي ان هو ان شاء الله الاداره الافريقيه يعني هو الهدف الاساسي بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه لمجلس الاداره مع اي مدرب بيجي الاهلي. بالظبط. هل في تطور بدني ملحوظ في فريق النادي الاهلي خصوصا في مباراه اسوان في ظل درجه الحراره المرتفعه، وفي نفس الوقت
يعني مباراه الزمالك في السوبر لما جينا الدقيقه 60 ولا 65 وجي في الاهلي هدفين وبتاع، فبعض المحللين قال لك اصلا الجانب البدني عند النادي الاهلي اقل شويه. هل المعدلات البدنيه تقدر تتظبط في فتره زمنيه قليله زي ما احنا شفنا كده في مباراه اسوان؟ ما حسيناش ان الاهلي بدنيا رغم درجات الحراره والجو والكلام ده متراجع، بالعكس ده بيجيب اهداف لغايه الدقيقه حاجه و80 بالظبط. بص، هو العامل البدني صعب يتغير في فتره قصيره. صعب 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 ان احنا يعني الفتنس كواليتي بتاعنا او الفتنس ليفل بتاعنا يزيد بالشكل الملحوظ دوت في فتره قصيره. بس في حاجات تانية جنب العامل البدني ممكن تخلينا نحس ان العامل البدني مرتفع. زي ايه؟ زي ذكاء اللاعبين وذكاء الجهاز الفني في توفير طاقه اللاعبين في الملعب. تمام. انه احنا ما نهلكش نفسنا عمال على بطال. ما نجريش بدون مبرر. لو خدنا بالنا انه الاهلي بينقل الكوره بشكل اسرع. صح. نقل الكوره يوفر على اللاعبين الحمل البدني. دي حاجه. تاني حاجه فكره استرجاع الكوره بشكل سريع. كل الفريق ما بيبقى معاه الكوره، البوزيشن بتاع الكوره فانت بتتحكم في الريتم، فانت ما تجيش نفسك، ما بتقعدش تجري ورا الكوره، ما بتقعدش تجري ورا المنافس في الملعب فتستنزف طاقتك بشكل اسرع. لا، احنا الاهلي بيحافظ على الكوره بشكل كبير. طيب لما الكوره بتبقى مش معاه بيقدر يسترجعها بشكل سريع. صح. وده انا عايز يعني عايز احيي جدا صفقه حمدي فتحي تحديدا، لانه حمدي فتحي لعيب ديفندر من ريحه اللعيبه الديفندرات الجامدين قوي اللي جم في مصر والنادره. بالظبط. حسني عبد ربه ومحمد شوقي حسن مصطفى الناس اللعيبه الديفندرات، حسام عاشور طبعا. الديفندرات اللي كانوا عندهم قدرة على التحكم في نص الملعب. صح. وقدرة على التمرير وقدرة على استعادة الكرة وقدرة على التسديد. الأهلي متميز دلوقتي في الحتة ديت بفضل تعليمات فايلر أولا وقدرات اللاعبين ثانيا واستعادة الكرة بشكل سريع، بالإضافة إلى توفير المجهود في الملعب زي ما كنت بقولك. ده مخلينا حاسين أنه البدن يعتل علي. بس هو ما ارتفعش، لأنه هو في طريقه للارتفاع. الجهاز الفني قايم بدور هايل جدا في القصه دي، بس رويدا الاهلي هيوصل للمرحله دي، بس هو لحد دلوقتي لسه في الطريق، لانه صعب جدا في شهر ونص ان احنا نقدر نعمل الكلام ده. اكيد والجانب البدني اكيد شيء هيكون مهم بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا، لان البطوله دي كل جمهور النادي الاهلي منتظرها بفارغ الصبر باذن الله. هل مستر فايلر استقر بنسبه كبيره على التشكيل الاساسي بالنسبه له؟ هو لسه بيجرب، لسه بيشوف، لسه يعني احنا شايفين حتى لو تشكيل مباراه اسوان والانتاج متشابه نوعا ما هيختلف الماتش اللي جاي، والماتش اللي جاي هيختلف الماتش عن الماتش اللي قبله. فايلر دلوقتي في مرحله تعرف على اللعيبه. هو بيشوفهم في التمرين بس المباريات بتبقى مختلفه، فهو عشان يحكم بشكل قاطع وبات على التشكيله الاساسيه اللي هتلعب معاه بعد كده محتاج يشوف طاقة اللعيبة عاملة ازاي اولا، قدرات كل لاعب يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه، وايه الحتة المميز فيها وايه نقطة الضعف اللي عنده، ومحتاج يشوف التزام اللعيبة واصل الى اي درجة معاه. حلو. لما يستقر على كل ده هيثبت التشكيل وهيبقى الامور كويسة. بس لحد ما يستقر على ده لا، كل يعني كل ماتش طبعا مش هيبقى الروتيشن مش هيبقى شامل كل الخطوط، مش بعدد كبير من اللعيبه يعني. كل مره هيدخل واحد هيدخل اثنين. فاهم قصدي؟ الفكره في الموضوع انه غير ان هو بس بيتفرج على اللعيبه، ان هو لما يدخل واحد في وسط المنظومه الواحد دوت هيتطبع بطبع المنظومه كويس، فهيبقى عنده واحد خلاص فهم الفلسفه بتاعته، فلما يقعد دكه ويحتاجه في اي وقت خلاص هو يبقى فاهم نازل فاهم السيستم وفاهم الفلسفه اللي هو نازل عليها. مش هيحتاج ياخد وقت عشان يندمج مع المجموعه. ده هيستمر مثلا بحد اقصى لمده شهر كمان. يعني انا بتكلم من مباراتين لثلاث مباريات كمان. بعد الثلاث مباريات اعتقد انه هيبقى صعب قوي اللي ما حجزش مكان اساسي ان هو يقدر يحجز مكان اساسي. بس هيبقى مستعد في اي وقت نظرا لحاله التدوير اللي انا بتكلم عليها، هيبقى مستعد في اي وقت ان هو ينزل يشارك بشكل ايجابي يعني. طب انا الغريب بالنسبه لي اللي ما كنتش اتوقعه في الحقيقه ثبات المستوى في ست ماتشات، يعني احنا بنشوف مستوى ممتع على مدار ست ماتشات، انا كل ماتش اقول لعبنا حلو قوي بس ما ببقاش متوقع ان احنا الماتش اللي بعديه هنلعب حلو قوي وبنفس الاسلوب وبنفس هذا الثبات. السر في الموضوع ده ايه؟ خصوصا ان لما كان بيجي مديرين فنيين خلال الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي يلعبوا اول ماتشين ثلاثه كده بشكل كويس، ماتش منهم كويس وماتش وحش، ماتش كويس، مفيش ثبات في المستوى. فالسر في ان الحفاظ على شكل النادي الاهلي على مدار ست ماتشات حتى الان بيتمثل في ايه من وجهه نظرك؟
بيتمثل في حاجتين، بمستوى اللاعبين كمان، مستوى اللاعبين بنفس الريتم. في حاجه نفسيه جدا في الكوره بتقول لك الفوز بيجيب فوز. حلو. الاداء برضو بيجيب اداء. يعني بيبقى من الصعب جدا انه لعيب كوره بيشوف السوشيال ميديا كله بيهلله والقنوات والاعلاميين كلهم بيسقفوا له على المستوى بتاعه، والجمهور كله بينزل بوستس عنده بيتفخر بهذا المستوى الرائع، ويجي الماتش اللي بعده يبقى اقل شويه من الماتش اللي قبله. هو دايما بيبقى عنده الدافع النفسي ان هو ما يقلش. اربط ده بالروتيشن اللي انا بقول لك عليه من فايلر، انه انا برضو مش ضامن مركزي، فحتى هذه اللحظه انا مش عارف انا الماتش اللي جاي هلعب ولا لا. فلما العب الماتش اللي جاي الحمد لله انا المدرب واثق فيا والجمهور واثق فيا، وانا عارف كويس قوي من المدرب واضح عليه ان هو لو انا غلطت بنسبه 0.5% انا هركن. انا بركن من غير ما اغلط، يعني اجاي مثلا ركن من غير ما يغلط، فاهم قصدي؟ فلما هيرجع اكيد مش هيغلط عشان خاطر ما يركنش خالص بقى. وهكذا قيس على ده كل اللعيبه. فلما تحسب كل اللعيبه مع بعض كمنظومه كامله، يعني ده نفسيه كل لعيب على حده. طب لما تحسب نفسيه كل لعيب على حده دوت كمنظومه كامله كلها بتكمل بعض، هتلاقي المستوى بيعلى كمان، مش هيفضل فيه ثبات مستوى، لا هتلاقي فيه ماتش كويس، الماتش اللي بعده هيبقى احسن، والماتش اللي بعده هيبقى احسن. مجدي قفشه كان بيطلع وينزل مكان وليد سليمان. الوحيد اللي ما عملش اي روتيشن هو عمرو السوليه. وبيني وبينك عمرو السوليه في الموسم الحالي من ساعه فايلر ما بدا يلعبه كبوكس تو بوكس صريح، ساعه ما بدا يزيد وبدا ان هو يبقى حلقه الوصل ما بين خط الدفاع وحمدي فتحي وخط الهجوم، بدأ عمرو السوليه هو اللي يبقى حلقه الوصل ديت، اللي هو اللي بيرجع يستلم وبيطلع يساعد. عمرو السوليه اختلف تماما في الملعب، بقيت بتشوف عمرو السوليه بشكل مختلف، الكواليتي بتاع الباس بتاعه والكواليتي بتاع لعيب مهم جدا، تغطيه المساحات جداً. حتى في الملعب اختلفت تحركاته في الملعب اختلفت. فهو لعيب مهم قوي. غيابه اكيد هيكون مؤثر. اكيد هيكون مؤثر عن مباراه الزمالك. بس انا واثق في انه فايلر هيقدر يلاقي طريقه جديده يوظف بيها حد من اللاعبين، ان هو يلعب جنب حمدي فتحي، مش جنب يعني قدام حمدي فتحي، جنب مجدي قفشه. اعتقد انه ممكن يلجا الى حل ال 4-2-3-1 باليو ديانج جنب حمدي فتحي ومجدي قفشه وحيدا في مركز صناعه اللعب بوجود الوينجين اللي احنا الطريقه التقليديه اللي احنا متعودين على الاهلي بيها لعلاج النقص في احنا طبعا عارفين انه فايلر بيلعب 4-3-3 4-2-3-1 بتتحول ل 4-3-3 في حاله البوزيشننج على الكوره، وفي حاله الهجوم الكاسح بتتحرك بتتغير زي ما قلت لك اللي هي 2-1-4-2-1. فهو هيبدا في اعتقد انه ممكن يعالجها باليو ديانج في نص الملعب 4-2-3-1 باليو ديانج جنب حمدي فتحي، ويبقى حمدي فتحي هو اللي بيزيد جنب مجدي قفشه ولا حسام عاشور، وممكن حسام عاشور بالنسبه يعني عشان الخبرات وكده. بس انا يعني انت اميل انا اميل لاليو ديانج عشان القوه البدنيه، خاصه في وجود طارق حامد وفرجاني ساسي، طارق حامد في اعلى مستوياته. فانا اميل لاليو ديانج والدفع بحسام عاشور، القائد التاريخي بالنسبه للنادي الاهلي والدفع بحسام عاشور في الشوط الثاني في بدايته او في منتصفه لزياده تامين منتصف الملعب مع الدفع باحد المهاجمين اللي على الدكه عشان ما يديش للعيبه ايحاء ان احنا بندافع. لا انا منزل حسام عاشور عشان امن، وفي نفس الوقت منزل مهاجم او صانع لعب ثاني عشان اضغط في الشق الامامي. بس انا اميل لاليو ديانج عشان خاطر القوه البدنيه زي ما قلت لك، ويبقى حمدي فتحي هو اللي بيزيد جنب مجدي قفشه في حاله الهجوم. تمام. وممكن عمرو السوليه يلحق، نتمنى ان هو نتمنى المباراه، رغم ان هيكون في صعوبه في الموضوع، صعوبه بس نتمنى يعني. طيب انا برضو هو صعبان عليا انه الناس نادت كتير بان هو ينضم لمنتخب مصر، حظ وحش قوي. كل ما يجي رايح المنتخب يتصاب، كل ما مستواه يعلى جدا وخلاص والمنتخب يضم ويتصاب. هو المره دي بنقول ان هو من اسبوعين لثلاث اسابيع نتعشى من هو بقى قبل كده عشان يلحق ماتش الزمالك زي ما انت قلت ان شاء الله باذن الله. نروح شويه للمنتخب بعد اننا جبنا سيره المنتخب، رايك ايه في القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري؟ منطقية إلى حد كبير، منطقية إلى حد كبير. يعني إحنا بنتكلم
سبع لعيبه من الاهلي وخمس لعيبه من الزمالك واربع لعيبه من بيراميدز وهم الابرز بالظبط. في سموحه وفي الاسماعيلي وفي عناصر اخرى يعني بجانب المحترفين الاربعه. بجانب المحترفين بغياب محمد صلاح بعد الاصابه بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ان شاء الله. بس يعني خلينا برضو يعني اقول انه المعسكر ده انا كنت حابب ان محمد صلاح ما ينضمش فيه. ما هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك بقى. قول. هو غياب ولا اعتذار؟ هو لا هو غياب بشكل قاطع، يعني هو الاصابه اللي تعرض ليها ده بعد الاصابه. ده بعد الاصابه. اتصاب باول امبارح تمام؟ بالظبط. خلاص، لكن قبل الاصابه كان معروف ان هو مش جاي مع المنتخب. بالظبط. الاسباب ايه بقى؟ هل هو اعتذر ولا الامور ايه؟ لا نتكلم بصراحه. هو بصراحه يعني هو بصراحه انا شايف انه انا نتكلم بصراحه. انا شايف ان محمد صلاح اعتذر. اعتذر. انا شايف يعني انا بص بسبب الازمه اللي حصلت يعني. بالظبط. هل ده سبب منطقي؟ خليني اقول حاجه عشان الناس ما تفتكرش ان انا عندي معلومه. انا ما عنديش معلومه اذا كان اعتذر محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب. لكن المعطيات هي اللي بتقول كده. بس المعطيات بتقول ان محمد صلاح اعتذر بعد تواصل حسام البدري معاه، وبعدين حسام البدري يعني هو كان في تمهيد من الاخر من الكابتن حسام البدري في المداخلات بتاعته وكلام من ده، ان صلاح عنده شويه اجهاد وبتاع، وصلاح كان بيلعب يعني بيلعب مش يعني. وبعدين هو كابتن حسام البدري كان اعلن اسم محمد صلاح في القائمه المبدئيه. مش في القائمه المبدئيه، في قائمه المحترفين المنضمين الخمسه. طب طالما كابتن حسام البدري عارف انه محمد صلاح عنده اجهاد، وطالما كابتن حسام البدري عارف ان هو مش هينضم وان هو هيريحه في فتره الاعداد دي يعني، ايه اللي خلاه يضمه؟ فالمعطيات دي او الانديكيشنز ديت بتقول لي انه لا، هو تم التواصل مع محمد صلاح، ومحمد صلاح نجم كبير طبعا. احنا طبعاً يعني احنا مش بنشكك في وطنيه محمد صلاح او اي حاجه. بس انا شايف انه محمد صلاح كان حاسس انه المرحله دي هو محتاج يريح نفسيا شويه، يصفي ذهنه اكتر، وبعدين ينضم في المباريات او في الفترات الاكثر حساسيه بالنسبه لمنتخب مصر. خلينا نرجع تاني للقائمه. القائمه لحد دلوقتي انا شايف ان هي قائمه منطقيه. كنت في عدد من اللعيبه اتمنى ان هم ينضموا. زي مين؟ زي امام عاشور الزمالك. لاعب الزمالك. زي عمار حمدي، بس عمار حمدي منتخب اولمبي وامام عاشور منتخب اولمبي. طب عمار حمدي ليه؟ عمار حمدي ما بيلعبش. بس عمار حمدي قيمه، فاهم قصدي؟ يعني عمار حمدي لعيب بروميسنج زي محمد صلاح في 2012 لما كان بيلعب. بس ساعتها محمد صلاح كان بيلعب كل حاجه. بس انا عمار حمدي عايز اديله ثقه مبكره عشان خاطر هو واضح عليه ان هو من نوعيه اللعيبه الصغيره اللي لو خد ثقه هيكسر. هو لعيب جامد جدا في الحقيقه قوي. انا معجب بعمار حمدي بشكل كبير جدا، ومش بس دلوقتي. انا معجب بعمار حمدي من ساعه ما كان في النصر، قبل ما الاهلي ما يضمه. عمار حمدي بالنسبه لي كان من اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري. انا مره كنت بحكي عن حد بقول له في لعيب في النصر اللعيبه بتخش عليه قافله رجلها. يعني والله هو فعلا هو مهارته عاليه قوي. لعب تلت ساعه اللعيبه بقت خايفه تخش عليه، فاهم قصدي؟ كان بيلعب ماتش ودي. فعمار حمدي بالنسبه لي، انا بس بجيب القايمه عشان نتكلم عليها. عمار حمدي بالنسبه لي لعيب مهم جدا في مستقبل منتخب مصر. ان شاء الله. فاتمنى ان هو اولا مع المنتخب الاولمبي ان هو يقدر يثبت نفسه، واتمنى ان هو مستقبله مع منتخب مصر يبدا سريعا. مش نستنى لحد ما يكسر ال 24 25 سنه عشان نجيب. لا عادي ان هو ممكن 19 سنه 20 سنه ويلعب لمنتخب مصر زي رمضان صبحي. اعتقد اللي هيثبت نفسه مع المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه هو اللي هيكون موجود في منتخب مصر الاول بكل تاكيد، لان الفتره الجايه حاسمه ومهمه جدا منتخب الاولمبي في الحقيقه يعني. اكيد. احنا يعني نتمنى طبعا التوفيق لكابتن شوقي غريب طبعا في المهمه العظيمه اللي هو داخل عليها مع مجموعه اللاعبين المميزين جدا المنضمين. اذا كان رمضان صبحي او امام عاشور او عمار حمدي او مصطفى محمد او صلاح محسن، كل قائمه منتخب الاولمبي قائمه مميزه جدا. اتمنى يبقى الجهاز الفني عنده فلسفه لتوظيف اللعيبه دول بشكل سليم، لان احنا مجموعتنا ضرب نار صعبه جدا 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 جدا. والمره اللي فاتت ما تاهلناش للاولمبياد، فعايزين مره اخرى نشوف منتخب مصر في الاولمبياد. سريعا، متفائل بمنتخب مصر الاول مع كابتن حسام بدري؟ طبعا. متوقع تأهل منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو إن شاء الله بإذن الله؟ بنسبة 80% إن شاء الله. إن شاء الله، يا رب بإذن الله. أحسن. يا خالد أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. أشكرك حبيبي. ببقى سعيد دايما إن أنت معايا.
كان ضيفنا العزيز الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريده اسال الاسبانيه، واتكلمنا في امور عديده بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي واللي خد مننا مساحه كبيره جدا وده شيء طبيعي، وكمان فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول والاولمبي، ونتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه باذن الله. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء. ممكن ماتش يقل شويه بسبب ظروف خارجه، بس مش هتقل قوي يعني، مش هتلوح على شكل يعني شوية. انا مثلا انا شايف ان ماتش اسوان اقل شويه من ماتش الانتاج بنسبه بسيطه جدا طيب. بس ليه؟ لان عندك حراره الطقس عاليه جدا ملعب وارضيه ملعب مش كويسه، فعندك ظروف خارجيه حكمت على اللعيبه ان هي تقلل الريتم شويه عشان ما يتصابوش، عشان ما يصابوش باجهاد او يعني احنا شفنا رمضان صبحي في نص الماتش بدأ يوفر طاقته عشان في آخر الماتش رمضان صبحي رجع تاني كويس، فلو شفنا في رمضان صبحي في وسط الماتش بدأ ياخد الكرة يستلم ويبصيها، الكرة اللي محتاج يضغط عليها بيضغط، بس الكرة اللي مش محتاج إن هو يفرهد نفسه على الفاضي خلاص مش أنا مش هتعب نفسي، أسلم واستلم على الواقف لحد ما استعيد طاقتي تاني، ده ما شفناهوش في الإنتاج، إحنا في الإنتاج شفنا ضغط من الدقيقة واحد لحد الدقيقة 90، فهي لا يعني ثبات المستوى دوت يحسب لفايلر ويحسب للاعبين، الإرادة بتاعة اللاعبين ان هم ما يقلوش عن المستوى اللي قبله ويحسب للاثنين سويا تفاهمهم مع بعض عشان المستوى يعلى كده. أجايي من وجهة نظرك عجبني قوي، عجبك أجايي قوي قوي قوي، هل أداؤه ده يعتبر، انا بحب اقول يعني ردود افعال الجماهير او بعض الجماهير ممكن يقول لك أجايي لعيب كويس وكل حاجة، بس اللي هو فيه دلوقتي ده طفرة، هل دي طفرة أجايي ولا هو فعلا لعيب عنده امكانيات قوية ولعيب اثبت كده على مطار عدد من السنوات مع النادي الاهلي يعني؟ لا هو طب خليني ارجع لبدايه فتره انضمام أجايي مع الاهلي. كان كويس ولا كان وحش؟ كان كويس. هايل صح؟ طبعا. بس احنا يعني في شريحه كده من الجمهور ومن النقاد مننا كمان بيتميزوا بذاكره السمك. انه احنا بنحاسب احيانا مش بالقطعه، ده احنا بنحاسب بالفتفوته. بالباصه. فاهم قصدي؟ أجايي جات له اصابه قويه جدا، رجع منها مش فورمه. هو اول ما رجع كان كويس قوي، بعد كده قل شويه بعدها. طيب بحساب الناس بعد مستوى أجايي ما رجع كان ايه؟ في اللي قال لك أجايي من ساعه ما جه وهو ما لعبش كويس. وفي اللي قال لك لا احنا نبيعه بقى عشان ده ما فيهوش امل. ده كتير قالوا خلاص لازم يمشي. طيب ما قبل هذه الفتره الناس فاكر الناس كانت بتنادي على أجايي ازاي؟ فاكر التعليقات المعلقين في الماتشات على أجايي والهتافات لي، انا بتتردد في ودني كل ما بسمع حد بينتقد أجايي ببقى عايز اجيب له الفيديوهات واقول له طب ما ده أجايي اللي احنا كنا بنشكر فيه قبل كده. نفس الوضع مع أزارو. مع أزارو طبعا نفس الوضع مع أزارو. أزارو دلوقتي بيمر بفتره سيئه جدا. بس أزارو ده كان هداف الدوري يا جماعه السنه اللي قبل اللي فاتت. أزارو ده الاهلاويه كلهم كانوا ماشيين عاملين العلامه بتاعته عشان خاطر احتفالا بالاهداف بتاعته. طيب أزارو ده كنا مسميه اسد الاطلسي عشان خاطر الاهداف اللي كان بيجيبها. طيب احنا اتمنى ان احنا في اي مرحله من مراحل حياتنا مش بس مع الاهلي، مع المنتخب او اي مشجع لاي نادي في مصر ايا ما كان ايه هو النادي، نبطل نتعامل بالقطعه، نبطل نتعامل بالباصه زي ما انت ما قلت. احنا بنتكلم في حاله لعيب بشكل اجمالي مع الفريق. هل هو بشكل اجمالي مع الفريق من ساعه ما جه لحد النهارده سيء ولا لا؟ طبعا بشكل اجمالي هو كويس جدا. جات له فتره وحشه، طب نصبر عليه. وطبيعي ان اي لعيب يتعرض لدروب يعني نوارد. دي كوره طبعا. وخلي بالك مش كل اللعيبه بترجع يعني. أجايي رجع صح. اتمنى أزارو يرجع. طيب اتوقع رجوع أزارو؟ اتوقع مع فايلر. اتوقع اتوقع لانه فايلر هيعتمد على أزارو في المكان اللي أزارو بيحبه اللي هو اللي بيبقى ميز رانر اكتر اللي هو هيتحرك على المنطقه من بره. ده أزارو مميز فيها. أزارو بص في حاله انعدام ثقه واضحه بصراحه رهيبه. يعني احنا شايفين في الماتش اللي فات مهاجم الاهلي رقم 9 اللي هو الاساسي المفروض ان هو الاساسي رايح على الجون انفراده من كتر ما هو قلقان تضيع وعليه ضغوط كبيره عليه ضغوط عملها بالعرض تاني لمجدي قفشه فاتقطعت في الطريق. هو من كتر الناس ما بتنتقده وهو على فكره انا يعني انا صعبان عليا جدا الحاله اللي أزارو محطوط فيها لانه عليه ضغط زي ما انت بتقول عليه ضغط جامد جدا مفيش لعيب كوره يقدر يستحمل الضغط ده.
اتمنى ان ازارو يرجع سريعا، واعتقد ان هو مع فايلر هيقدر يرجع، لانه زي ما قلت فايلر هيعتمد عليه في المركز اللي هو بيحبه. بس خلينا نقول الحته اللي انا كنت عايز اقولها اجايه، مش كل اللعيبه بتعرف ترجع. فخلاص يعني هي الفكره في الموضوع ايه؟ رجع اهلا وسهلا، ما رجعش بنجيب عرض احتراف كويس بنبيعه وبنجيب لعيب تاني جاهز. بس الكلام ده ما بيبقاش بالقطع، الكلام ده بيبقى بعد موسم واثنين، بعد استنزاف كل محاولات عوده اللاعب او رجوع اللاعب الى مستواه وفشلوا في الرجوع، فخلاص كيان الاهلي وقيمه الاهلي اهم من اسامي اللاعبين. صح. فخلاص بنشوف له عرض، عشان مجرد ماتشين او فتره زمنيه محدده مثلا استغنى عن لعيب كان تالق معايا اصلا وكان مساهم بشكل كبير. بالظبط. لما يقعد مثلا موسمين ثلاثه ما بيلعبش كويس وبيبقى ممكن حد دلوقتي يرد عليك يقول لك ايه، لا الاهلي ما يستحملش ان هو ينتظر على لعيب فتره كبيره عشان يرجع للمستوى. طب ما احنا انتظرنا على فلافيو فترة طويلة جدا من الزمن، سنة فترة سنة ما جابش فيها غير جون في المحلة بظهره يعني بالصدفة كمان. بالصدفة. فانتظرنا عليه سنة وفلافيو بعد كده واحد من انجح المدربين اللي مش اسطورة طبعا، مش في مصر، مش في الاهلي بس، في مصر كلها أكيد. واحد من انجح المحترفين اللي طبعا. طيب احنا صبرنا على ناس كتير جدا لحد ما عادوا مرة أخرى إلى مستواهم المعهود. سيبك من الفترة ديت اللي صالح جمعة يعني في مراحل شك وفي تضارب في الاراء ما بين النقاد الرياضيين وما بين الصحافه اذا ما كان مستمر او لا، بس الاهلي صبر على صالح جمعه لحد صالح جمعه ما رجع في الفتره الماضيه دي. صالح جمعه واحد من اهم البلاي ميكرز الموجودين في مصر الى درجه ان الناس كانت بتنادي في مجرد 6 أو 7 ماتشات صالح جمعه لعبهم، الناس كانت بتنادي ان صالح جمعه لازم يبقى موجود في المنتخب. صح. في كاس الامم الافريقيه الاخيره. طيب لا الاهلي اصل هو خلي بالك هي منظومه كامله، الاهلي عنده 25 لعيب 30 لعيب 100 لعيب، لما هتصبر على لعيب او اتنين فيهم في وسط ال 25 لعيب اللي كلهم بيمروا بفتره تالق وتوهج، الاتنين لعيبه دولت هينضموا الى ال 25 لعيب الاخرين او ال 23 لعيب الاخرين وهياخدوا منهم وهيبداوا يتالقوا زيهم. اذا ما تالقوش طب ما انت عندك 23 لعيب تانيين. يعني صالح جمعه ما تالقش، عندك مجدي قفشه، عندك كان عندك ناصر ماهر الموسم اللي فات وراح يعني سموحه إعارة، عندك محمد محمود لما يرجع ان شاء الله، عندك وليد سليمان، عندك وليد سليمان في المكان ده، عندك عمار حمدي، فاهم قصدي؟ عندك عدد من اللاعبين في المكان ده يخليك لا تصبر على وليد ازارو، عندك مروان محسن، عندك اجاييه دلوقتي، عندك صلاح محسن من ماتش الى اخر بيثبت ان هو كواليتي كويس جدا ويقدر يشيل خط هجوم الاهلي. لا طب ليه ما نصبر لما انت عندك 4 مهاجمين منهم واحد محتاج يتصبر عليه شويه، ليه ما نصبرش عليه لحد ما يعود بزبط. مره اخرى او يثبت بشكل قاطع ان هو ما فيش منه رجاء فيتم الاستغناء عنه. ازارو بالتحديد محتاج جونين ثلاثه كده ورا بعض ان شاء الله هتلاقي الدنيا باذن الله فتحت. وهي بدات كده في المره الاولانيه. صح. جاب جون الماتش اللي هو جاب جون جاب فيه هاتريك. يعني هو في النجم الساحلي بالظبط قعد فتره طويله جدا ما بيجيبش. الماتش الاول ماتش يجيب فيه جون جاب فيه هاتريك. الماتش اللي بعديه قعد ما جابش حاجه، الماتش اللي بعديه جاب هاتريك تاني. بالظبط. وبعدين انطلق بقى خلاص، فاهم قصدي؟ هو محتاج هو بس يجيب جون. هو لاعب كبير. لا انا بحبه على فكره، محتاج ثقه وان شاء الله ثقه ترجع له خلال الفتره الجايه. بالتالي من ضمن العناصر اللي للاسف الاهلي خسرها خلال الفتره الحاليه والمنتخب كان عمرو السوليه اصابته في مباراه اسوان. في حاله غياب عمرو السوليه عن مباراه الزمالك، هل ممكن الغياب ده يكون مؤثر من وجهه نظرك في ظل افكار مستر فايلر وفي ظل كمان اللاعبين الموجودين في القائمه؟ بص انا عمرو السوليه بالنسبه لي في الموسم الحالي، يعني عمرو السوليه قبل كده كنت بشوف انه لعيب كويس جدا في الاهلي بس ليه بدائل. واضح انه مستر فايلر مقتنع جدا بعمرو السوليه لدرجه ان هو الوحيد اللي ما عملش روتيشن لحد دلوقتي. فعلا كل اللي حواليه بدلوا والشناوي ما عدا هو والشناوي. انا بتكلم على خط الوسط. يعني حمدي فتحي طلع ونزل